مستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا أيوب من مرضه ورغم صبره دعا ربه ربه استجاب مضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. أرسل الله سبحانه وتعالى الكثير من الأنبياء والرسل لهداية البشر، منهم من هو مذكور في القرآن فنعرف قصته، ومنهم من لا نعرف عنه شيئا، وأيد كل منهم بمعجزة عن غيره من البشر. ومن هؤلاء الأنبياء سيدنا يعقوب عليه السلام. لم يكن سيدنا يعقوب ليفارق أبويه ويترك أرض كنعان لولا جفوة أخيه عيسو والذي كان توأما له، فقد كان يرى أن أخاه يعقوب أحب إلى قلب أمه أكثر منه. وزاد عداء عيسو ليعقوب الذي باركه إسحاق ودعا له، فنصح إسحاق يعقوب بأن يذهب إلى خاله في حاران ولا يعود إلى أرض كنعان إلا بعد أن يهدأ أخوه ويلين قلبه. هاجر يعقوب إلى خاله لابان، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار،
فسمي لذلك إسرائيل، ويقال إن إسرائيل بمعنى عبد الله. وبينما هو يسير أدركه النوم فبات متوسدا حجرا، فرأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي من الله. أوحى الله إليه: أني أنا الله لا إله إلا أنا إلهك وإله آبائك، وقد أورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك، وباركت فيك وفيهم، وجعلت فيكم الكتاب والحكمة والنبوة. من أين أنتم يا إخوتي؟ نحن من حاران. هل تعرفون إذن لابان حفيد نحور؟ نعم نعرف لابان. هل هو بخير؟ نعم هو بخير. أراكم لا تسقون الأغنام، لماذا؟ ننتظر بقية الرعاة فنتعاون لنزيح الغطاء الحجري عن البئر لنسقي الأغنام. دعوني أحاول إزاحته لكم. إنه ثقيل ولن تقوى على إزاحته. عجبا، كيف أزحت الحجر وحدك؟ هيا يا رجال نسقي الأغنام. قال يعقوب: أتعرفين أين أجد بيت لابان؟ تلك أرض لابان شيخ القبيلة، وأنا ابنته راحيل. أنت إذن ابنة خالي لابان. ها؟ هل أنت ابن عمتي رفقة حقا؟ نعم أنا يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. مرحبا بك يا ابن العمة، أبي سيسعد كثيرا بلقائك. أهلا بك وسط أهلك يا يعقوب، أنت هنا في أمان، وأحتاج لمن يساعدني في الرعي فقد كبرت سني. قال يعقوب: ستجد مني ما يسرك يا خال. قم لتستريح الآن فأنت مجهد من عناء السفر. يا ليئة. لبيك يا أبي. أعدي لابن عمتك مكاناً ليضع فيه متاعه. هذه ليئة ابنتي الكبرى. مرحبا بك يا ابن العمة. كان لابان خال يعقوب من كبار القوم، وكان لديه ابنتان، الكبرى ليئة والصغرى راحيل، التي كانت أوفر حظا من الذكاء والجمال. وأخذ يعقوب يرعى غنم خاله لابان، وقد تعلق قلبه بالابنة الصغرى راحيل. قال يعقوب: كيف حالك يا ابنة الخال؟ بخير. إلى أين يا راحيل؟ سآتي لك ببعض الطعام. لا عليك، فسأعود بالغنم بعد قليل. فلتسرع إذن لتأكل معنا. الحق أن وجودك معنا يسعدني يا يعقوب، فمنذ جئت إلينا أصبح في كل شيء بركة. إنك قوي ومبارك وأمين يا ابن أختي، وأنا لن أتركك تذهب، فلتمكث معنا. قال يعقوب: وأنا أيضا سعيد بوجودي معكم يا خال. ولكن خدمتك لي لن تكون بلا مقابل، فاطلب يا ابن أختي، ماذا تريد مقابل خدمتي؟ إني أطلب منك يد ابنتك راحيل. ليئة، ما الذي يبكيك يا أختي؟ لقد طلبك للزواج.
من؟ ابن عمتك يعقوب. حقا؟ وماذا قال له أبونا؟ لا أدري، لا أدري. قال يعقوب: أراك لم تبتهج يا خال. وكيف أبتهج يا بني وقد طلبت ابنتي راحيل وغفلت عن ابنتي الكبرى ليئة؟ لا أنكر أنها ليست في جمال راحيل، ولكنها أيضا ليست قبيحة. أستغفر الله، حياء من الله، بارك الله في ليئة، ولكن قلبي مع راحيل. كما تشاء يا ولدي، على أن يكون صداقها 7 سنين من العمل عندي. أرضيت يا ابن أختي؟ رضيت يا خال. يا أبي، لقد جئت شيئا نكرا. لقد وعدت يعقوب بالزواج بي، فإذا بك تخلف وعدك معه وتزف إليه أختي ليئة. كيف أزوج الصغرى قبل الكبرى؟ هتريدين من القوم أن يعيروني؟ هيا هيا اذهبي وهيئي أختك وأكملي زينتها، وامكثي هنا ولا تغادري الدار. ولما دخل نبي الله يعقوب على زوجته اكتشف إنها ليئة الابنة الكبرى لخاله، وليست راحيل التي تمنى أن يتزوجها. صاح يعقوب: يا خال، يا خال، ما هذا الذي فعلت بي؟ ألم نتفق أن تزوجني راحيل على أن أخدمك 7 سنين؟ فلماذا خدعتني وأدخلت علي أختها؟ يا ولدي، ليست من عاداتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. هل تريد أن تدخل العار والسبة على خالك ويكون في قومه مثار استهزاء الناس؟ تمم أسبوع عرسك على ليئة ثم أزوجك راحيل على أن تأجرني 7 سنوات أخرى. وتم زواج يعقوب براحيل، وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين قبل أن يحرم الله ذلك في التوراة. وكان لهما جاريتان أختان، بلها وزلفة، فوهبته كل واحدة منهما جاريتها. فجمع يعقوب بين أختين حرتين وأختين أمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا.